السعودية ليستقبل كبيرا أتى من فرنسا إلى لبنان ليتفقدنا ويراعي مشاكلنا ويساعد على حلها. فأهلا وسهلا بجميع الحالات سيد الرئيس. وكانت جولة من المحادثات تناولت مواضيع عديدة بما فيها الهبة للجيش اللبناني، وأيضا تكلمنا فيما يتعلق بموضوع الحدود البحرية والاعتداءات الإسرائيلية، كذلك صار الكلام عن موضوع اللاجئين ومحاولة الحل السياسي كي نستطيع أن نخفف من الأعباء التي يرزح تحتها لبنان، إضافة للمواضيع الخاضعة في المنطقة من المواضيع التي تتعلق باليمن، من المواضيع التي تتعلق في سوريا، من المواضيع التي تتعلق في العراق، في أكثر في ليبيا إلى آخر ما هنالك من مشاكل ومن حروب ومن فتن، وخاصة ركزنا أيضا على موضوع الإرهاب. والكلمة الآن للرئيس. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous me réservez ici dans le Parlement libanais, que vos collègues qui se sont associés à cette rencontre. Je tenais à être ici من الثاني من العام 2012 للمرة الأولى في ظروف صعبة بسبب اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن. وأنا آتي اليوم ونقف إلى جانبكم بكم لأن لبنان محاط بأزمات وحروب، ولبنان يريد أن يعيش، يريد أن يعيش في الوحدة، يريد أن يعيش في الأمن. ولبنان الذي يعرف الحروب على حدوده يعرف أيضا التهديد الإرهابي، فلبنان استقبل ويستقبل الكثير من اللاجئين، أكثر من 1,500,000 لاجئ، وعلينا بالتالي أن نؤمن للبنان التضامن والمساعدة، ونحن نقوم بذلك في فرنسا في روح من الاحترام والصداقة، لأن الروابط بين فرنسا ولبنان هي روابط تاريخية وهي ثقافية ولغوية واقتصادية أيضا، ولكنها في الأساس روابط إنسانية، فهناك عدد كبير من اللبنانيين الذين لديهم روابط بفرنسا، وهذا إذن يدعوهم إلى الوجود في فرنسا في بعض الظروف. رسالتي بسيطة للغاية، فرنسا تقف إلى جانب لبنان، وفرنسا ستحرص على أن يتم تعزيز الأمن في لبنان من خلال التعاون العسكري. فرنسا تقف إلى جانب لبنان لأنه علينا أن نعطيكم مع الأسرة الدولية الوسائل للقيام بذلك، وفرنسا ستشارك في هذه الجهود. فرنسا تقف إلى جانب لبنان على الصعيد الاقتصادي أيضا، لأن لبنان هو ميزة بالنسبة إلى المنطقة، ولابد للبنان أن يتمتع بحيوية اقتصادية من خلال نظام مصرفي واقتصادي. وأخيرا لقد تحدثت عن ذلك دولة الرئيس، أريد أن أعود إلى لبنان في أسرع وقت ممكن لكي ألتقي برئيس الجمهورية اللبنانية، ولكن الجواب ليس في يدي، الجواب معكم، الجواب مع البرلمانيين اللبنانيين،
وأنتم تمرون بمرحلة حاسمة فعلا، لأنه عليكم أن تحلوا هذه الأزمة وعليكم أن تنتخبوا رئيسا للجمهورية اللبنانية، فهذا سيعتبر بمثابة مؤشر وأيضا سيشير إلى ما يمكنكم القيام به على الرغم من صعوبة المشاكل التي تعرفها المنطقة. أنا أثق بكم وأعرف أنكم ستتمكنون من القيام بذلك. شكراً.